جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 من شباط عام 2005 لم تكن فقط اغتيالا للوطن سياسيا وأمنيا، بل كانت جريمة ألحقت أضرارا وخسائر بمدنيين وأبرياء آخرين. عائلة غلاييني من أبرز المتضررين، فعبد الحميد غلاييني لم تعثر عليه عائلته إلا بعد 16 يوما تحت الركام. البيت فاضي، وبعدين حياتي كلها تغيرت. كيف بتحس في روح بالبيت، في حدا انت ناطره، الاولاد موجودين، هلا قاعده وحده، ما في حدا يعني فقدني وما لقيناه. يعني ضلينا كل يوم لما ورانا ينزلوا للمحل مثلا انفجار مشان يقدروا يفوتوا يفتشوا، كان ممنوع ما كانوا يخلوهم. ضلينا 16 يوم 17 يوم لحتى نلاقي اخر شيء، بس لقيناه. نحن هلا مع المحكمة، وبدنا نضلنا مع المحكمة لآخر وقت حتى تظهر الحقيقة. قدر الشهيد غلاييني كان في انتظاره بالقرب من فندق سان جورج، إلا أن التعويض المعنوي على عائلته واللبنانيين يبقى في محاكمة القتلة الذين تؤرقهم جريمتهم في زمن العدالة.